اثنين. الله يحفظكم. نشيل الاغراض، نشيل الاغراض، شيلوا اغراضكم بسرعه عشان نبدا. يلا نبغى وقت، ترى ما عندنا وقت الشباب، نبغى عندنا وقت بسرعه ترى. يلا لا امامنا 10 دقائق. شباب الو، في صوت برا؟ اي بسم الله. اي في خلاص. واحد جاهزين يا شباب؟ الله يعطيكم العافية، ما قدامنا وقت، تكفون. أربعة ثلاثة اثنين واحد، نبدأ. بسم الله. صوني جمالك يا ملاكي، عرف الطهارة من راكي. صوني جمالك يا ملاكي، عرف الطهارة من راكي. سيري على جدد ولا تتعثري بين الشباك. صوني جمالك يا ملاكي. يعطيكم العافية يا شباب. الله يعافيك. أول شيء ناخذ تعليق حبيبنا أستاذ فهد، بعدين أجي أجلدكم. تفضل أستاذ. لا جانا بالعكس، ما راح أجلدهم، بالعكس صراحة المشهد جدا جدا رائع، يعني غيرته وحطيته مشهد صامت، وكانت الرسالة واضحة، وبالعكس يعطيكم ألف ألف عافية. الله يعافيك. في احد ورا الموضوع ذا صح؟ اللي تذكرت شغلاتي. شفت كاش؟ انا يسموني الرادار. ما يحتاج، ما تمر، ما تمر. شوف من حيث الابداع انا اشكركم شكر رائع جدا، لانه اول مشهد بدون كلام وصلت الرساله. حقيقه تشكرون بابداع، مو عيب انه نكرر المشاهد. ارجع اقول مو عيب انه نكرر المشاهد اللي قد شفناها قبل، ما بالعكس الاشكاليه في موضوع اني اكرر بدون ما اوصل الرساله بشكل مطلوب. صحيح. انا اشوف انكم اديتوا اداء رائع،
توظيف الصوت، توظيف السينوغرافيا، توظيف القدرات، استخدام الزهرة، الرسالة كانت معبرة بدون ما نقول ترى نتكلم عن الذئاب البشرية، نتكلم عن الشيء اللي يجي مع الباب، يعني واضح الكلام هذا جدا. أشكركم حقيقة. أنا أقول بمثل هذه الأمور مثل الشباب طبعا اللي قبلكم يفتخر الإعلام لهذا. يعطيك العافية. طبعا في إضافة بسيطة، جميع المؤثرات اللي سمعتوها من شغل حبيبنا عبد الرحمن بالاستوديو هذا واليوم جهزناها. عبد الرحمن يعطيك العافية. إن شاء الله يفتح. أنا ودنا نحط بعد كذا بنكلم الإخوان نحط جائزة أفضل ملحن. يعطيكم الأول والله تستاهلون جميعا. شكرا لكم. يعطيكم العافية.